سلام، وصلنا هلا للتشابتر 5. بهذا التشابتر رح نشوف الكينجدوم اوف بلانتس. اوكي، هلا رح اقسمه تو فيديوز لانه شوي كبير. اوكي، اول شيء حنبلش بالايفولوشن. كيف تغيرت البلانتس لحتى وصلنا للبلانتس اللي هلا نحن موجود انه عنا اياهم؟ اول شيء القصه بلشت مع الجرين الجي. الجرين الجي عملوا ايفولوشن، عطوني النون فاسكولار بلانتس. هودي النون فاسكولار بلانتس عملوا ايفولوشن مره ثانيه، عطوني فاسكولار بلانتس with no seeds. انتبهوا with no seeds. رجعوا هودي الفاسكولار بلانتس عملوا كمان ايفولوشن، عطوني الفاسكولار بلانتس بس هالمره مع seeds with seeds. فاذا جرين الجي، نون فاسكولار بلانتس، فاسكولار بلانتس with no seeds، فاسكولار بلانتس with seeds. شو المين كاركترستكس تال بلانت؟ اكيد هي يوكاريوتيك، اكيد هي مالتي سيلولر. مستحيل البلانت انا هيك يوني سيلولر لحالها. اوكي، ذا ار كورموفايتس. كورموفايتس يعني عندهم فيجيتاتيف ابارتس تاعهم على شكل كورمس. ذا ار فوتو الكترو فوتو اوتوتروفيك. شو فوتو اوتوتروفيك؟ فوتو يعني لايت، اوتوتروفيك يعني ذا سينثيسايز ذير اون فود. جمعوهم مع بعض يعني بصير عندهم ذا يوز لايت از ا سورس اوف انرجي تو برودوس ذير اون فود. شو اسمها هذه العمليه؟ فوتو سينثيسيس. اوكي، اسمها فوتو سينثيسيس. البرودكتس لهذه الفوتو سينثيسيس هن الجلوكوز، مين الجلوكوز يعني. هلا ممكن يعمل بوليمرايزيشن يعطيني ستارش، هذا شيء تاني عم نحكي. فاذا الفود ريزيرف تعوله صار ستارش، بيتخزن على شكل ستارش لانه الجلوكوز اصلا كتير رياكتيف. نحن مثل ما حكينا بالبلانت هيستولوجي، كل بلانت سيل، اي بلانت سيل عندها سيل وول اجباري بغض النظر ان كان برايمري ولا سيكندري. بس المين كومبوننت للسيل وول هو شو؟ سيلولوز. هلا اوكي، ممكن بالسيكندري لاقي انا لجنن، بس عم نحكي ان جنرال نحن السيل وول مينلي كومبوزد اوف سيلولوز. البلانتس معظمهم هن تيرستريال، يعني بيعيشوا على اللاند، على هيك على اليابسه. اوكي، في منهم اكواتيك انه مائيين، بس انه معظمهم عم نحكي تيرستريال. حتى نفهم مع بعض، حتى تكون هالصوره، عادة بس نحكي نقول شيء aerial part قصدنا فيه الشوت. aerial هي ذات الشوت، يعني هود اللي فوق فوق الأرض. البارتس للبلانت اللي موجودين فوق الأرض مثل مين؟ leaves، الستام معظم يعني ستام شوي من فوقه، الباتس، كل شيء flowers fruits كل شيء نحكيه من فوق. الروتس هن الوحيدين موجودين تحت. اوكي، في عند البد هو البرعم. البد هو البرعم. هنعملوا عليه هودا على السريع لأنه حكيناهم بالplant histology in details. أول شيء leaves they are the place of photosynthesis. يعني ما ترح بصير عندي photosynthesis. أنتوا فكروا فيها منطقيا أصلاً. leaves لأنه هيك بيجوا surface area واسعة عندهم، فاللايت بيجي عادي بكل ريحة بيسيبهم وكلها بتعمل photosynthesis. بعكس الستم، الستم جاي vertically فبيضرب بمحل، محل بيكون فيه ظل، محل ما بعرف شو، عرفتوا كيف؟ فالleaves إن أحسن محل لحتى يعمل photosynthesis. طب في غيرهم بيعملوا، ممكن young stems يعملوا. How the leaves they are covered by شو؟ cuticle and stomata. The cuticle هو وظيفته انه هو عبارة عن waxy substance تمنع خسارة المي. Okay, it prevents water loss. الستوماتا هي عبارة عن openings موجودة بالleaves. المين function تعوله انه يصير عندي انه تعمل exchange للغازز لان CO2 والO2. Okay، هلا في عندي نقطة كبيرة هون هي عن اللجنن، حكيناها من شوي. اللجنن هو عبارة عن كومبلكس بوليمر موجود بالسكندري سيل وول. اوكي، شو وظيفته؟ يعطيني ريجيديتي اساوي. فاذا وظيفته يعطي اساوي، يعني ميكانيكال سبورت، خاصه بالميكانيكال سبورت، يعني موجود بالبارتس يلي بحاجه لميكانيكال سبورت. نيجي للكوندكتيف تيشوز. الكوندكتيف تيشوز من اسمهم يعني بيعملوا كوندكشن، يعني بيعملوا ترانسبورت. ترانسبورت لشو؟ هلا بنشوف حسب نوعه. طبعا هو منه موجود غير بالفاسكولار بلانتس. اوكي، موجود بالستامز، هون نسينا نكتب كمان ممكن يكون موجود مش ممكن موجود بالروتس. اوكي، على اكيد موجود بالروتس وبالستام. وما تنسوا بالفاسكولار بلانتس مش بالنون فاسكولار. بالنون فاسكولار اسمه نون فاسكولار، يعني ما فيهم الكوندكتيف تيشوز. في عنا زايلم اند فلويم. الزايلم وظيفته انه ينقل ووتر اند مينرالز من الروتس للاذر بارتس، يعني من داون لاب، يعني الموفمنت له يوني دايركشنال. بعكس الفلوم، فلوم باي دايركشن، يعني بيطلع اشياء من الروتس لاب
and from up to down. اوكي حسب شو الحاجة، وإذا كان storage مثلا بدي طلعه ولا كان العكس بدي يعمل يخزن، هذا الشيء بيرجع له. اوكي شو بيطلع؟ بيطلع food، يعني بيطلع مثلا البرودكتس تاع الفوتوسينثيسيس اللي هن قلناهم، الجلوكوز، بيطلع مثلا oils، amino acids، etc. بيطلع food يعني. اوكي الروتس، شو وظيفة الروتس؟ الروتس هي بتعمل لي اول شيء فيكسيشن لهيدا البلانت، بتثبتها بالارض حتى ما ولا اذا اجت اي نفخة رياح خلص طارت البلانت، فهنا بيثبتوها بالارض. وكمان بيعملوا لها ابسوربشن للمينرالز اند ووتر، يعني مش البلانت بدها تتغذى، منين بتتغذى؟ بتجيبون غذائها من الارض وبتعمل فوتوسينثيسيس. طب هي بلا المي وبلا المينرالز كيف بدها تعملها للفوتوسينثيسيس؟ فبتاخذها من وين؟ الارض. مين بيسحب ليهم؟ الروتس. اوكي هلا اللايف سايكل ان بلانتس بتنقسم لاثنين، الهابلويد جينيريشن، سوري الهابلويد جاميتوفايت ولا ديبلويد جاميتوفايت، ديبلويد سبوروفايت. سطلنا اليوم هابلويد جاميتوفايت، خليني اوصف لكم اياها على السايكل احسن ما نضيع. هيدي السايكل بتكون يعني طب سموع مثل اسمكم، يعني كتير 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 حتسهل عليكم لبعدين. اوكي بس مشيتوا معي بهيدي خلص قطعتوا انتم بهيدا الدرس وقطعتوا بالبلانت ريبرو كمان. الفكره ما فيها بتبلش القصه عند الجاميتس، حنبلش من هون. اوكي سايكل جاميتس، في ميل اند ميل جاميتس بيعملوا فيوجن مع بعض، يعني بيعملوا فيرتيلايزيشن، بيعطوني شو؟ الزايجوت. الزايجوت هو اول خليه بعد ما صار عندي انا الفيوجن. الجاميتس هن شو؟ عباره عن ان جاميت عادي، نحن مش اول مره بنسمع كلمه جاميتس، بس انه فيوجن عطوني الزايجوت. هذا الزايجوت بيعمل مايتوسيس 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 ديفيجن ديفيجن لحتى يعطيني سبوروفايت. السبوروفايت بيعمل ميوسيس، طبعا هذا السبوروفايت فيه سبورز، السبورز بيعملوا يعني ميوسيس، بيعطوني شو؟ المايوسبورز اللي هن عباره عن ان. اوكي هابلويد يعني. المايوسبورز بيعطوني الجاميتوفايت، هذا الجاميتوفايت كمان هو عباره عن هابلويد يعني جينيريشن، بيعطيني الجاميتس مره تانية، بترجع بتلف القصه ولف بين يدينا. اوكي فاذا جاميتس، زايجوت، سبوروفايت، مايوسبورز، جاميتوفايت، ترجع بتلف القصه. هذا الجاميتوفايت بيعطيني جاميتس، ممكن يعطيني يا فيميل او ميل جاميت حسب شو النوع الجاميتوفايت، شو الجاميتانجيا الموجود عليه. الجاميتانجيا هي موجودة على الجاميتوفايت، هي مسؤولة تعطيني الجاميتس. اوكي هلا ممكن تكون في ميل او ميل حسب، اذا في ميل بنسميها اركيغونيا، اذا ميل بنسميها انثريديا. اوكي انثريديا كتبيتهم بعتقد انا هون قبل. بدنا نحكي عن هلا بهالدرس كله عن الكلاسيفيكيشن اوف بلانتس. هيدي الخريطة اللي شايفتها بتخوف، رح نحكي عن كل وحدة منهم. في عنا البلانتس بينقسموا قلنا لفاسكيلر ونون فاسكيلر. النون فاسكيلر هن ما غيرهم البرايوفايتس، يلي هن بينقسموا لشو؟ برايوبسيدا، هيباتوكوبسيدا، انثيسيروبسيدا. هنحكي عنهم هلا بهذا الفيديو. الفاسكيلر بلانتس هنأجلهم للفيديو الجاي ان شاء الله. اوكي بابا الظهر دعست انا. هنبلش من النون فاسكيلر بلانتس، هن البرايوفايتس. اوكي البرايوفايتس، البرايوفايتس دي ار كورموفايتس، يعني عندهم هذا الكورمس، الفيجيتيف ابارتس هو الكورمس. دي ار كريبتوغامز، يعني دي هاف نو سيدز نو فلاورز، بعد ايدينهم من شوي بالايفولوشن حكيناهم. دي ار نون فاسكيلر، يعني ما عندهم كونتاكتيف تيشوز، ما عندهم لا هذا الزايلم فلو، ما عندهم اياهم هن، ما عندهم الروتس كمان. شو عندهم مطرح الروتس؟ عندهم الرايزويدز. اوكي الرايزوتس هن مطرح الروتس، يعني هن المسؤولين يعملوا الفيكسيشن لهودي البلانتس. طيب لانه هن عندهم ديسكونتينيوس كيوتيكل، يعني نحن نعرف الكيوتيكل موجود على كل البلانت، هو موجود بالابيديرمس. طيب لانه هن عندهم ديسكونتينيوس، يعني منه موجود على كلها، يعني مثلا قطعه ايه قطعه لا قطعه ايه قطعه لا، فبصير ما ضروري يكون عندهم ستوماتا، يعني لانه ما رح يغطيهم، يعني ما رح يمنع الغاز اكسشينج. حكينا عن الرايزويدز. اوكي هنا قادرين يعملوا ادابتيشن بطريقه بتخليهم يعيشوا لسنين طويله، يعني سنه وسنتين وثلاثه واربعه. هيدي الادابتيشن بنسميها، هيدي العمليه يعني بنسميها ريفيفيزنس. ريفيفيزنس هي عباره انه انا يصير لما يكون عندي دروت، لما يكون عندي جفاف، شو بيعملوا هودي البرايفايتس؟ بيعملوا ديهايدريشن،
بيخسروا المي، بيخسروه أصلاً، بيبسوا ونحن نفكرهم ماتوا، بس لا احنا ما ماتوا، بس تحطوا له مي مرتين دغري بيرجعوا بيعيشوا. اوكي هاي هي الريفيفيزنس. لما يكون في عندي دروت بيعملوا ديهايدريشن، لما يصير عندي هيومد وذر بيعملوا ريهايدريشن، بيرجعوا بيشفوا طول المي وبعيشوا وكل شيء عادي. هلا الهابلويد جينيريشن او اللي هي مسمين الهابلويد جاميتوفايت والبروديوس، يعني الجاميتوفايت راح يعطيني شو راح يعطيني؟ راح يعطيني يا اما السبيرم جاميتانشيا سوري الميل جاميتانشيا يا اما الفيميل جاميتانشيا. بهون الاثنين في عندي انا الجاميتس، حيعطوني الجاميتس يا اما فيميل يا اما ميل. هلا بحال الجاميتانشيا اذا كانت عند الميل اللي هي بنسميها انتريديا، حتعطيني شو؟ الانتريسويدز. اوكي الانتريسويدز هن السبيرمز، يعني عادة بيكونوا باي فلاجليت. صح نسيت لكم هون تحت، يمكن ما قلت مش كتبيتها. بلا كتبيتها يا حي حي. فيرتلايزيشن از اكواتيك. صح ان الترستريال برايفايتس، بس اكواتيك يعني مثلا اذا شتت الدنيا او ندت الدنيا نقطة مي ما زيادة، يعني بيعملوا فيرتلايزيشن بس مهم يسبح السبيرم يعني. اوكي فبس هي فكرة، لهيك السبيرم از باي فلاجليتد. اما الاج فشو الجاميتانجيا تاعيتها؟ اسمها أركيغونيا. أوكي أركيغونيوم هي مسؤول تعطيني الأج. فإذا بالهابلويد جينيريشن عندي جاميتوفايت، هذا الجاميتوفايت عليه جاميتانجيا. جاميتانجيا ممكن تكون أنتريديا أو أركيغونيا حسب إذا هو فيميل ولا ميل. الأنتريديا بتعطيني أنتريزويدز أو هن السبيرمز، الأركيغونيوم تعطيني الأج. أوكي هلا بالديبلويد جينيريشن هو عم نحكي نحن عن سبوروفايت. السبوروفايت هو بارازيتك على الجاميتوفايت. شو يعني؟ مش انه هو فيروس او بكتيريا، لا 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 قصدنا ببارازيتك يعني هو بيأذي للجاميتوفايت بانه بيسحب منه النيوترينتس، بيتغذى على الجاميتوفايت. حنشوفهم هلا بعد شوي. فاذا هو بارازيتك على الجاميتوفايت، السبوروفايت عنده عليه يعني سبورانجيا، هيدي السبورانجيا فيها سبورز. ان شاء الله يا رب اقدر اوضحهم، ما تضيعوا لو سمحتوا، حاولوا ركزوا قد ما فيكم. حنبلش اول شيء بالبرايوبسيدا اللي هن الموسز، اللي هن اكثر شيء دايفرز، يعني في شيء 14000 سبيشيز. اوكي فاذا دي ار ذا موست دايفرز برايوفايتس، ذي ار اولويز فاوند ان كولونيز. ما بلاقي انا برايوبسيدا هيك لحالها، لا عاده بلاقيها بمجموعات، طالعين على الحيطان، طالعين على الروكس، بهيومد ارياز، يعني بيحبوا الهيومد ارياز، بيحبوا الاماكن الرطبه. هيومد يعني رطب. The part we see. Okay, هون بلشت حلقة الدرس. ركزوا. أنا إذا طلعت بالصورة عندكم حاطينها هون. الشيء الأخضر اللي عم شوفه هو شو؟ الجاميتوفايت. Okay. عليه بيكون السبوروفايت. لهيك نحن قلنا بالبرايفايت the dominant stage لمين؟ للهابلويد. ما بعرف إذا قلناها هون بس لازم نكون قلناها هون. هيدي يعني حتشوفوها يعني كرسلة بعدين. بس فهمتوا هيدا وفهمتوا السايكل خلاص قطعتوا فيها. الهابلويد جاميتوفايت هو دوميننت على الديبلويد، يعني انا عاده يعني معظم الوقت هو بيكون بشكل الهابلويد جاميتوفايت، فتره صغيره بيصير ديبلويد بيرجع هابلويد، يعني بيرجع بتكون عندي الهابلويد. اوكي لنكفي. فاذا انا اذا بطلع على البرايوبس الموسز، يعني اذا طلع انا على الموسز بلاقي شو؟ شوف انا الجاميتوفايت، هذا الاخضر عم شوفه هو الجاميتوفايت. هنا على فكره طولهم شي 20 سنتي بالكثير، ما كتير طوال، كتير هيك صغار يعني. مشبثين بالارض او بالسبستريت تبعهم، ان كان ارض ولا روك ولا حيط، بشيء اسمه رايزويدز. قلنا البرايوفايتس كلهم مشبثين بالرايزويدز، يعني فيكسيشن بالرايزويدز يعني. اوكي فاذا البارت وي سي از ذا جاميتوفايت. مش هو مؤلف هذا الجاميتوفايت؟ مؤلف من ستيم لايك ستراكشر اللي هو مثل الستيم. اوكي على التوب تعولوا في عند الجاميتانشيا قلناها من شوي، ممكن تكون انتريديا، ممكن تكون شو؟ أركيغونيا. اوكي هلا كمان هذا الجاميتوفايت في عنده ليف لايك ستراكشر، ما نون ليفز، ما نون ترو ليفز. انتبهوا هن الليف لايك بيشبهوا الليف، مسمينه بليدز. اوكي ما عندهم ستوماتا، ما عندهم فينز، ما عندهم بتيولز. they have يعني على الانستولاتون او حتى بنصهم هيك مثل ابر، بنسميهم مدرب. اوكي المدرب عاده المدرب بيكون فيه مصنوع من كذا لاير، اما الجاميتوفايت كله مصنوع من وان لاير، وان ثيك لاير، بس المدرب بيكون هو مؤلف من كذا لاير.
بدنا ننتبه انه هذا الستراكشر فيه عليه كلوروبلاست، هذا الليف لايك يعني عليه كلوروبلاست، بس على المدرك كمان ما عندي كلوروبلاست. اوكي بدنا ننتبه لهالشغلتين. خليني فرجيكم صورة عليها بلكي هيك بتوضح اكتر. شوف اذا حطيتها عن اي حد اياها، حطيتها هون. هيدا هو الجاميتوفايت. اوكي هيدا هو الجاميتوفايت، من فوق عند السبوروفايت يعني بيقعد عليه السبوروفايت، ما مش قلنا هو بارازيتك يعني بده يقعد عليه. اوكي هيدا السبوروفايت من شو مؤلف؟ مؤلف من اول شيء الفوت. الفوت هي المنطقة من السبوروفايت يلي بتشبث السبوروفايت على الجاميتوفايت. اوكي وهي المنطقة اللي بتعمل ابسوربشن من الجاميتوفايت للنيوترينس لحتى تعطيهم لمين؟ للسبوروفايت، لحتى تغذي للسبوروفايت. في عند المنطقة هيدي بنسميها الستا. الستا هي توصل الفوت مع السبورانجيوم. مش نحن انا السبوروفايت فعلي سبورانجيوم يلي فيهم السبورز، فاذا عندي فوت ستا and the sporangium. بقلب السبورانجيوم عندي انا شو؟ السبورز، قاعدين السبورز. هلا السبورانجيوم هيدي او مسميه كابسول او مسميه حتى الساك، محاطه بلاير اسمها كالبترا. اوكي او كالبترا، كالبترا كالبترا. هلا هيدا هون في عندكم هذا السبوروفايت يعني مكبر حتى نفرجيكم ان ديتيلز. يعني هيدي الكالبترا في اول شيء السبورانجيوم مثلا هيدا بتعتبروها اطرافها، من فوق في عنا شيء اسمه upper column. الأوبر كولوم هو عبارة عن شيء thin، thin منو يعني مثلا هون في عنا thick cells، هون في عنا thin cells. لأنه هيدا بس يصير عندي جفاف، أنا بس يصير في جفاف يعني بالجو دروت بينكب. أوكي بينكب الأوبر كولوم فبتفتح، فبيصير عندي peristom هيك مثل تم. أوكي من هون بيطلعوا السبورز، بينزلوا على substrate مثلا، بيرجعوا بيعملوا لي بروتينيما، بروتونيما. هيدي البروتونيما هي عبارة عن فيلمنت عليها بادز، هودي البادز وطبعا مشبتة برايزويدز. كل بد منهم حتطلع جاميتوفايت، حتطلع موزز جديدة. اوكي فإذا نرجع هيدا انا شكلكم انه بخاف تضيعوا. عندي انا جاميتوفايت، خلينا نرجع للرسمة الأساسية. عندي انا جاميتوفايت، الجاميتوفايت مؤلف من شو؟ نستم لايك ستراكشر. اوكي على اخرته لهذا الجاميتوفايت في عند الجاميتانجيا اللي هي الانتريديا او الاركيغونيا، في عند ليف لايك ستراكشرز عليهم مدرب. كل الجاميتوفايت عباره عن وان ثيك لاير، اما المدرب هو عباره عن كذا لاير. كل الليف عليه ليف لايك يعني فيها كلوروبلاست حتى تعمل فوتوسنتيز يعني، اما المدرب ما فيه. اوكي السبوروفايت، السبوروفايت هو مؤلف من اول شيء الفوت بنسميه هستوريال فوت. وين سمعنا كلمه هستوريال؟ بالفانجاي، لانه العلاقه بالبارازيتك، لهيك السبوروفايت بارازيتك. اوكي فاذا عنده هستوريال فوت يلي بتشبث بتعمل اتاتشمنت لهذا السبوروفايت على الجاميتوفايت اللي انا بشوفه، الجاميتوفايت هو الاخضر اللي انا بشوفه. اوكي فاذا سبوروفايت بتعلق على الجاميتوفايت باي فوت، فوق الفوت في عند الستا، فوق الستا في عند السبورانجيا او بنسميها الساك او الكبسول. بقلب هيدي السبورانجيا في عند السبورز. طب كيف بده يطلعوا السبورز اذا السبورانجيا مسكره؟ فاذا لازم يكون عندي بوابه، هيدي البوابه اسمها الاوبر كولوم. بس تفتح الفراغ اللي بيصير بنسميه بيريستوم، ما تد لازم تكون كاتبيتها هون بيريستوم يحيي. شفتوها بيريستوم؟ بيريستوم هو شكل مثل شكل تم او تيث فتح كبوا السبورز. بس نكبوا السبورز upon germination يعني بس عمل germination هيدي العملية، بصير عندي شيء اسمه بروتونيما. البروتونيما قلنا هي عبارة عن فيلمنت، هيك فيلمنت عليها بادز. اوكي عليها بادز وفي عندها رايزويدز من تحت شبتينا، فهي فيلمنت بد ورايزويدز. كل بد منهم حتعطيني مرة تانية جاميتوفايت، وعلى الجاميتوفايت في عندي السبوروفايت. اوكي نجي هلا للهيباتيكوبسي، ده اللي هي الليفرورتس. ما مطلوب اكثر من هيك يعني، بس هودا المطلوبين. they live in humid areas، بيحبوا يعيشوا بالاماكن الرطبه. البروتينيما تعيدهم هن مؤلف عنده بس وان بد، نفس العمليه اللي هون، نفس العمليه اللي حكيناها هون، كل شيء جاميتوفايت وكل شيء، بس انه البروتينيما تعيدها ما فيهم هالبادز كلهم، لا بس فيهم وحده. كل بروتينيما وحده فيها وان بد، يعني كل بروتينيما وحده حتعطيني بس
1 هيباتوكوبسيدا. اوكي هلا العاده الجاميتوفايت ممكن يكون ثالويد سوري ممكن يكون هذا الهيباتوكوبسيدا عندي شكل عندي نوع الثالويدز اللي عندهم شكل يعني الجاميتوفايت عونه على شكل ثالس وعنا الليفي الثالويدز ذير فيجيتاتيف ابارتس تاعون اللي هو هذا من تحت شكله مثل شكل الثالس لهيك بنسميه ثالويدز مثل مين مثل ماركانتيا. اوكي ما انا مطلوب تفوت اون ديتيلز فيها ولا ولا الصوره ولا شيء بس اعرف هو اللي كاتبينه بالتيبل. They are fixed by rhizoids. اوكي الليفي هيباتوكوبسيدا their vegetative apparatus is creeping يعني هيك مفلطح على الارض يعني هيك كتبيتكم اياها اصلا ممدوده على الارض. اوكي with a dorsal ventral side يعني حارسم لكم اياها مثلا هذا هو هذا هو الفيجيتاتيف اباراتس هيك ممدود على الارض عندي ليفز من فوق وعندي ليفز من تحت. اوكي من تحت في عندي الرايزويدز تمام. هلا اخر شيء بالانثيسيروبسيدا اللي هن الهورنوردز they are the least common species يعني هن اقل شيء ما هم كتير دايفرز يمكن 300 كتبيتكم اياها 300 species تقريبا. اوكي الجاميتوفايت تعورون in a form of a cylindrical بنسميهم روزات. اوكي يعني هيك شكلهم بيجي الجاميتوفايت تعورون مش مثل هوليك بيجي هيك صغير ومكتي يعني مثل اللوبردة. اوكي contain both male and female جاميتانجيا يعني موجودين بنفس الجاميتوفايت هوليك ممكن يكونوا مثلا انسبرت هذا الشيء عادي. اوكي السبوروفايت مؤلف من هستوريا الفوت وما عندهم ستة انتبهوا ما عندهم ستة هودي. اوكي دغري فوت دغري السبورانجي مفوقوا. في عنا الرايزويدز ذي ار يونيسيلولر هو مش مع السبوروفايت. اوكي في عندهم السبورانجيوم اكيد هون نسينا نحط السبورانجيوم. سيلز هاف لارج كلوروبلاست وعندهم بارينويدز. اوكي هلا عاملة أنا comparison هون على السريع اللي هن المين differences أهم شي فيهم عند الجاميتوفايت المغصص هلا عندهم عادي جاميتوفايت يعني فيه stem like وleaf like ورايزويتس مثل أي جاميتوفايت. الليفر ويتس اللي بيميزهم هو شكله مثل شكل الفلاور الهورمويتس شكله مثل شكل الروزات يعني cylindrical رايح بالطول. أوكي السبوروفايت عند الموسز في عنده فوت وستا وسبورانجيوم أما عند الليفر ويتس فعنده فوت كمان وستة وسبورانجيوم. آخر شيء عند الهور ويتس ما عنده ستة عنده بس فوت وسبورانجيوم. البروتينيما عند الموسز في عبادة فيلمنت ورايزويدز وماني بوتس عند الليفر ويتس وعند الهور ويتس لا عبارة عن فيلمنت ورايزويد وون بود يعني كل بود حتعطيني بس وون هيباتوكوبسيدا أو وون انثيسيروبسيدا. عند الموسز لا بتعطينا عادي انه ماني برايوبسيدا. اوكي فاذا هو هني بالنسبه لشو للبرايوفايتس. خلينا نرجع نعمل سامري على السريع حتى نشوف اذا ثبتنا الافكار. فاذا انا عندي الجاميتوفايت انتم بس فهمتوا هذا خلاص كرشتوا بالباقي عملكم. الجاميتوفايت في عنده ستيم لايك ستراكشرز ليف لايك ستراكشرز عليهم مدرب هاو ذا المدرب مؤلفين من كذا لاير البقايا هن يعني كل الجاميتوفايت مؤلف من one thick layer المدرب ما عليه كلوروبلاست ما فيها كلوروبلاست أما ال other يعني leaf like structure فيها كلوروبلاست cells. عادة السبوروفايت بيطلع على الجاميتوفايت as a parasite ليش لأنه بيعمل بيسحب منها النيوترينتس لحتى يعمل growth. هذا السبوروفايت مؤلف من ثلاث أشياء شو هن الهستوريا الفوت يلي هي بتشبث لي على السبوروفايت على الجاميتوفايت بتعلقوا على الجاميتوفايت اللي هي هون هيدي الفوت. بعد الفوت في عندي الستة هيدي الستة مع عليها سبورانجيوم هيدي السبورانجيوم او بنسميها كبسول او بنسميها ساك في بقلبها سبورز. السبورز كيف بدهم يطلعوا اذا ما عندهم بوابة فاذا عندهم بوابة هي اسمها الاوبر كولوم. الاوبر كولوم تفتح تنكب يا ربي بالدروت وذر تنكب بس تنكب بصير عندي شيء اسمه بيريستوم هي مثل فتحة الأسنان يعني تم فبينكبوا السبورز لوين على سبستريت بس ينكبوا السبورز بيعملوا جيرمينيشن حتى يعطوني مين البروتونيما. البروتونيما هي عبارة عن فيلمنت
فيها رايزويدز وعليها بادز. هودي البادز كل باد مسؤول تعطيني جاميتوفايت تاني جديد. اوكي هاي عندي ديتيلز عم نحكي. قلنا عن ال عن الهورنريتس ما عندهم ستا, وعند الهيباتوكوبسي ده والانسيسيروبسي ده اتنينتهم ما عندهم غير وان باد. اوكي.